المرة اللي فاتت كنا قلنا ان الفيزيكس ديت عموما تتكلم على النيتشر، طبيعة، اي فينومنا بتحصل في الطبيعة خلاص بتمسكها تعمل فيها 3 حاجات. اول حاجة بتفسرها وتوصفها، تاني حاجة بتحط الرولز ونعمل الكالكوليشنز بتاعتها، تالت حاجة هي الابليكيشن. احنا المرة اللي فاتت خدنا الالكتريك كارنت اللي هو فلو اوف تشارج، دي الفينومنا، وصفناها يعني ايه فلو اوف تشارجز، وشفنا سببها هي بتحصل ليه، وشفنا فينومنا فرعيه اللي هي الالكتريك ريزيستنس اللي هي الاوبوزيشن اللي بيحصل للتشارجز ديت، تمام، وشفنا الكالكوليشنز بتاعتها كلها. يبقى كده احنا عملنا اول حاجتين. الحاجه الثالثه هي ايه؟ ان انا ابدا اعمل ابلكيشن على الكلام دوت. ايه الابلكيشن على الكلام اللي احنا قلناه دوت؟ الابلكيشن اللي احنا على الكلام دوت هو الالكتريك سيركتس. اي الكتريك سيركت في الدنيا هي بيزد على الالكتروداينامكس او الالكتريك كارنت. اوكي، حلو جدا. اي الكتريك سيركت في الدنيا لو احنا شفنا شكلها عامل ازاي هيبقى زي الكفر بتاع شابتر 1 كده اللي هي دي. هنلاقي ان في كومبوننت كتيره في الالكتريك سيركت، انواع كومبوننت كتير. انواع الكومبوننت ديت ممكن تكون ريزيستور اللي هي بيبقى لونها اصفر او ازرق ديت، في كاباسيتورز، في اندكتور، في ترانزستور، في دايود، في اي سي، في حاجات كتير قوي. احنا مش هنتكلم غير عن نوع كومبوننت واحده اللي هي ريزيستور. الريزيستور ديت هي كومبوننت في السيركت كل وظيفتها ان هي ليها ريزيستنس ولا اكتر ولا اقل. يبقى الريزيستور ديت هي كومبوننت بتركب جوه السيركت كل وظيفتها ان ليها ريزيستنس. في كومبوننتس ثانيه ليها وظائف ثانيه بس مش في الشابتر دوت. احنا ان شاء الله السنه كلها احنا هناخد 5 كومبوننت، تمام. هناخد في شابتر 1 هي ريزيستورز وبس، ونشوف بيتوصلوا ازاي. اي 2 كومبوننت موجودين في السيركت ما دام هم في بورد واحده او في سيركت واحده يبقى هم اكيد ريليتد ببعض او كونكتد ببعض، تمام. بس الكونكشن ده ممكن يكون ان هو دايركت، ممكن يكون اندايركت، ممكن يكون دايركت وممكن يكون اندايركت. دايركت يعني ايه؟ زي انا لو دخلت مثلا شفت تجمع عائلي زي مثلا فرح ودول عيله العريس، فدول كده كلهم قرايب في بعض، صح؟ يعني لو مسكت اي 2 بشكل عشوائي هم اكيد هيكونوا قرايب لبعض، بس ممكن يكونوا قرايب دايركت، يعني مثلا زي الاب والابن دول كده دايركت على طول، او الاخ والاخ او الاخ والاخت دول كده دايركت على طول، فيها مشكله؟ انما لو قلت ده عم ده عمه يبقى هو اخو ابوه، يبقى كده مش دايركت، دي علاقه مش دايركت، اندايركت. ممكن يكون ابن خالته يبقى ابن اخت مامته، يبقى دي مش دايركت. نفس الكلام في السيركت، السيركت اي 2 كومبوننتس متوصلين ببعض ممكن يكونوا دايركت وممكن يكونوا ايه؟ اندايركت. لو دايركت فبرضه في نوعين، زي ما شفنا الريليشنز الدايركت كانت نوعين، صح؟ هنا الريليشن الدايركت نوعين اساسيين، يا اما بيكونوا سيريس يا اما بيكونوا بارل. تعالوا نشوف يعني ايه سيريس وبارل في الحياه العاديه. محمود مثلا ان شاء الله هيروح النهارده عايز يعمل 3 حاجات، مثلا هيقعد ياكل وعايز يتفرج على ماتش وعايز يعمل هومورك الفيزيكس لا قدر الله يعني، تمام. طبعا انا بتخيل، خلاص تخيل مش اكتر. وهتعمل الهومورك يبقى ده تخيل، يبقى انا بتخيل. ما علينا، هنتخيل ان هو المفروض يعمل ال3 حاجات. ممكن ان هو يعمل ال3 حاجات دول ان سيريس. يعني ايه يعملهم ان سيريس؟ يعني هو اول ما يروح يقعد ياكل، بعد ما يخلص اكل خالص يفتح يتفرج على الماتش، بعد ما الماتش يخلص يبدا ان هو يعمل الهوم ورك. اتميز بايه لما عملهم سيريس؟ اتميز بان التركيز بتاعه كان 100% في كل حاجه. يعني هو تركيزه كله في الاول في الاكل، بعد كده تركيزه كله مع الماتش، بعد كده تركيزه كله مع الهوم ورك اللي بيتعمل، فيها مشكله؟ بس الوقت اللي هو هيعمل فيه الكلام دوت اتقسم على الـ3. يعني هو لو عنده 5 ساعات عشان يعمل فيهم الكلام دوت، فهو ضيع مثلا سي ساعه ونص بياكل فيها، بعدين 3 ساعات بيقعد يتفرج على الماتش، ونص ساعه هيعمل هوم ورك الفيزيكس، فطبعا مش هيكمله وينام. خلاص؟ يبقى كده الوقت اللي هم الـ5 ساعات اتوزعوا على ايه؟ على الـ3 حاجات دول، فيها مشكله؟ تمام. واحد تاني يجي يقول لا، محمد صح؟ محمود، محمود ومحمود، ماشي. محمود التاني بقى، تمام، يجي يقول لا انا هعمل الـ3 حاجات دول برضو بس اعملهم امبارل. يعني ايه محمود امبارل؟ يعني يقول انا هفرش كده قدام التلفزيون اتفرج على الماتش،
عندي كتب الفيزيكس فوقيها الاكل بيعمل كل حاجه مع بعض. تمام كده اتميز بان الوقت هو هو واحد، يعني الثلاث ساعات مثلا بتوع الماتش اللي هو هيتفرج فيهم هم هو اللي هو هياكل فيهم هو هو اللي هيعمل فيهم الهوم ورك. بس تركيزه هل هيبقى 100% في حاجه؟ لا، اتقسم 70% في الماتش، 25% للاكل، 5% للهوم ورك. تمام يبقى كل حاجه قصاد حاجه، يبقى هو صحيح هيكسب حاجه بس ايه هيخسر حاجه. نفس الكلام بالنسبه للكومبوننت اللي في السيركت، ممكن يوصلوا سيريس، هعتبر طبعا ان انا عندي ريزيستورز لان انا قلت هي إيه دي اللي انا هشتغل عليها. لو انا عندي ريزيستورز اهو، ده السيمبل بتاعها، شكل اللي هو الزجزاج ده هو ديت تعتبر ريزيستور في السيركت، وكل اللي ليها ريزيستنس بس، ما بتعملش اي حاجه في الدنيا غير ان هي ليها ريزيستور ثانيه، ريزيستور ثالثه. معلش انا همسحها بس عشان اوسع على نفسي مش اكتر. دول كده سيريس. مين قال ان هو سيريس؟ علشان خاطر التشارج هتخش في الريزيستور الاولانيه هتمشي فيها كلها، بعد ما تخرج تبدا تدخل في الثانيه تمشي فيها كلها لحد الاخر تخش في اللي بعدها and so on. يبقى هو ده نفس الكلام، قلت سيريس بيعمل الحاجه ورا بعض، يبقى هي بتخش في الاولانيه بعد ما تخلصها تخش في الثانيه بعد ما تخلصها تخش في الثالثه. في اي مشكله؟ طيب بيتميز بايه السيريس دوت؟ مش احنا قلنا ان الكوانتيتي اوف تشارجز اللي دخلت هنا هي اللي دخلت هنا؟ يبقى بديهي جدا ان الكرنت انتنسيتي التوتال اللي داخل عليهم هو هو اللي هيخش في الاولانيه، هو هو هيخرج هيخش في الثانيه، هو هو اللي في الثالثه. يعني الكرنت انتنسيتي هيبقى سيم في الثلاثه. في اي مشكله؟ حد معترض على دي؟ تمام. انما البوتنشال ديفرنس، حد كده يفتكر معايا الديفينيشن بتاع البوتنشال ديفرنس؟ يبقى تاني It is the work done to transfer unit charge between two points. يبقى انا لو عندي الثلاثه ريزيستورز دول عايز البوتنشال ديفرنس بتاعهم كلهم، يبقى انا اشوف التو بوينتس اللي هم واصلين عليهم. زي مثلا ديت اسمها ايه؟ دي اسمها دي. يبقى البوتنشال ديفرنس ما بينهم اللي هو هيبقى اسمه V كلها، ده هيبقى عبارة عن ال work done to transfer unit charge between ال A وال D. فيها مشكلة؟ طيب لو انا قلت ان الريزيستور R1 واصلة ما بين A و B، يبقى ال voltage بتاعه هو ال work عشان ينقلها منين لفين؟ من ال A لل B، يبقى هو ده V1. طب بالنسبة ل R2، ما هي ما بين ال B و C، يبقى هو ال work done عشان يترانسفير unit charge من ال B للسي، يبقى ده في 2. نفس الكلام بالنسبه لديت في 3، هو دي 2 سوري، هو الورك دان تو ترانسفير يونت تشارج ما بين السي والدي. تمام تخيلوا كده معايا، مش لو التشارج دي كانها صندوق وانا بزقه، المجهود اللي انا هعمله عشان انقله من الاي للدي مش هو هو نفس المجهود اللي انا هعمله عشان انقل من الاي للبي بلس من البي للسي بلس من السي للدي؟ صح. يبقى معنى كده ان البوتنشال ديفرنس ما ان ال دي كلها اللي هو على الثلاثة مع بعض هو عبارة عن V1 بلس V2 بلس مين؟ V3. يعني معنى كده ان ال potential difference ماله distributed، ان ال V total هتبقى equal V1 بلس V2 بلس V3. حد معترض على دي؟ الاثنين دول مفهومين؟ حلو جدا. يبقى في series connection current intensity through components is the same، انما البوتنشال ديفرنس ديستريبيوتد، خلاص بيتوزع عليه. العكس تماما اللي بيحصل في البارلل. تعالوا نتخيل كده ان انا عندي ثلاثه ريزيستورز بارلل مع بعض، البارلل بيحاول ان الكرنت يمشي فيهم كلهم مره واحده. يعني الكرنت يجي يخش، مش يخش في واحده واحده وبعدين يخرج، لا، التشارجز بتخش بتحاول ان هي تخش في الثلاثه مره واحده. فاللي بيحصل ان هم بيتقسموا شويه يمشوا فوق شويه في النص شويه تحت. تمام يعني سي ان انا دخلت 5 كولوم مره واحده، ممكن يخش فوق مثلا 1.5 كولوم، هنا 3 كولوم، هنا 0.5 كولوم، بيتقسموا على الثلاثه. فيها مشكله؟ ويجي في الاخر يرجعوا يتجمعوا تاني. يبقى معنى كده ان الكرنت انتنسيتي هو كمان هيحصل له ايه؟ هيتقسم دوت مثلا لو اسمه I1 ده هيبقى I2،
ده هيبقى I3. يبقى current intensity total اللي داخل عليهم بيتقسم فين؟ على الثلاثة. ليه قلنا ان هو بيتقسم؟ تاني بص كده شكل التوزيع. هو انا المرة اللي فاتت قلت ان دايما بحاول ان انا اتخيل ان الوايرز ديت بحاول ان انا اتخيل ان الوايرز اللي ماشي فيها تشارجز ديت هي عبارة عن مواسير ماشي فيها مية. تخيلي ان ديت الماسورة الرئيسية هي وبعدين اتقسمت على ثلاثة. تمام؟ مش كمية المية مش هتمشي كلها في حتة واحدة؟ لا ده هو شوية هيطلع فوق شوية هنا وشوية هنا. لو جمعتي الثلاثة مع بعض مش هما هيطلعوا التوتال اللي داخل؟ نفس الكلام بالنسبة لواير اهو واتقسم ثلاثة دخل على ثلاثة كومبوننت. شوية من الالكتريستي الفلو في تشارج هيمشي فوق شوية في النص شوية تحت. والصم بتاعهم هما الثلاثة هيدينا التوتال. في أي مشكلة؟ يبقى أقدر هنا أقول إن الكرنت انتنستي هيبقى ايكوال السم بتاع الثلاثة لأن هو ديستريبيوتد اي توتال هتبقى عبارة عن اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ تمام. بالنسبة بقى للبوتنشال ديفرنس تاني، لو البوينت دي اسمها A والبوينت دي اسمها B وجيت اعمل ديفاين للبوتنشال ديفرنس ما بين A وB يبقى هو الورك دان تو ترانسفير يونت تشارج من ال A لل B صح؟ هل الديفينيشن حدد الباث اللي هيمشي فيه؟ لا، يعني البوتنشال ديفرنس اللي هو الورك دان عشان يموف يونت تشارج ايه؟ من A لل B بس هل حدد الباث همشي من A لل B ازاي؟ يعني ممكن امشي من A لل B من فوق، ممكن امشي من النص، ممكن امشي من تحت. هو نفس الورك مش هيختلف، هو نفس البوتنشال ديفرنس. تمام؟ يبقى معنى كده تاني الورك دان تو ترانسفير يونت شارج من ال A لل B مش بيدبند على الباث، يعني لو مشيت من فوق زي لو مشيت من النص زي لو مشيت من ايه؟ من تحت، يعني البوتنشال ديفرنس هو ما دام هما نفس التو بوينتس. مش R1 كونكتد على ال A وال B يبقى الفولتج بتاعها اللي هو V1 هو بتاع R2 لان هي برضه كونكتد من ال A لل B، هو بتاع R3 لان هي كونكتد من ال A لل B. يبقى ال V total هي عبارة عن V1 هي V2 هي V3 مش هتختلف. حد معترض؟ حد مش فاهم؟ هي لو تشارج واحدة بتمشي في باس من التلاتة مش بتمشي في كله. يعني انا لو عندي مثلا زي قلت مثلا 5 كولوم زي ما قلت هما شوية بيمشوا هنا وشوية بيمشوا هنا وشوية بيمشوا هنا، خلاص اللي مشي هنا مش هيرجع يمشي هنا تاني. اوكي بس الورك اللي بيعملوه دول يونت تشارج مشي تاني هو زي الورك اللي هيعملوه دول اوكي تمام. حد عنده مشكله؟ بص هنا التشارجز اللي دخلت خلاص مش هي كلها تخرج من هنا صح؟ التشارجز هتخش هنا كلها تخرج من هنا، التشارج دخلت هنا كلها تخرج هنا صح؟ يبقى معنى كده ان التشارجز كلها زي بعض، يبقى كيو كلها زي بعض والتايم برضو بيبقى هو يبقى كيو اوفر تي كلها زي بعض، يبقى الكرنت بيكون ذا سيم ايكوال. اوكي في يعني انا خايف بس يكون في دماغك حته ان في ناس تيجي تقول لي ما التشارجز داخله هنا كتير بعدين ديت بطئتها فاللي هتخش هنا هتبقى اقل، بعدين دي بطئتها فاللي هتخش هنا هتبقى اقل. هل ده اللي في دماغك؟ هو ده ما بيحصلش على العموم. يعني هو بالظبط زي برضو ماسوره فيها ميه وعندك محبس في النص، لو انا قفلت المحبس الميه بتبطئ قبل الماسوره ولا بعد الماسوره؟ في كله. يعني لو المحبس ده اخره حنفيه ما الميه هتبطئ من الحته اللي خارجه صح، وهتبطئ قبليها لو حطيت عداد هنا بيقيس السرعه بتاعه الميه هتلاقيه بطئ، يبقى بتبطئ قبل وبعد خلاص. يبقى في السيريس كونكشن لو ديت اثرت على الكارنت قللته فهي بتقلله يمينها وشمالها خلاص، دي برضو لو قللته بتقلله يمينها وشمالها فهي بتقلله في اللاين كله، فهم كلهم بيقلوا مع بعض او بيزيدوا مع بعض كلهم بيبقوا نفس الفاليو في الاخر خلاص. ها هو بالظبط كده لو انا هرمي طوبه خلاص لحد ما توصل للارض تمام، ده البوتنشال ديفرنس. طب هي لو هتتزحلق هو البوتنشال ديفرنس هو يعني هي هتاخد نفس الورك، ممكن يكون تنزل ابطا تمام بس في الاخر توتال انرجي اللي هي خدتها في الباس دوت بتفضل هي
بالظبط. هو تعريف potential difference يعني ما بين 2 points. يبقى لو ده connected ما بين A و B ودي connected ما بين A و B ودي connected ما بين A و B، يبقى potential بتاع دي هو potential difference ما بين A و B، ودي نفس الكلام ودي نفس الكلام، يبقى كلهم زي بعض. ها حاجة تاني، دول ما دام اتفهموا هما دول اهم حاجة بالنسبة لي النهاردة. الاتنين دول، ان في series connection current the same potential difference distributed، في parallel connection ال potential difference او ال voltage هو اللي the same وال current هو اللي مين distributed. ده اهم حاجة النهاردة. خلاص مفهومة 100%؟ اوكي خلوني اكلمكم على حاجة تانية بره كده بالراحة بسرعة. انا لو عندي تلفزيون، التلفزيون ده سيركت وجيت وصلته في الفيشة، يبقى انا كده وصلت potential difference قد ايه؟ 220 فولت بتاع الفيشة، طرفين الفيشة 220 فولت. خلاص في اي مشكلة؟ تمام. ولو جيت قست الكرنت اللي ماشي فيها، هلاقي ان الكرنت سي مثلا فور اكزامبل 2 امبير. تمام حلو كده. يبقى الريزيستنس بتاع التلفزيون كام؟ يبقى انتوا كلكم قلتوا ان الريزيستنس بتاعت التلفزيون هتبقى ايكوال في اوفر اي، يعني تبقى ايكوال 220 اوفر 2، يعني ايكوال 110 اوم. صح تمام. الكلام اللي احنا قلناه ده كله هو في غلطه بس واحده صغيره. ايه هي الغلطه الصغيره؟ هو ان مفيش حاجه اسمها ريزيستنس بتاع التلفزيون. تمام انا ممكن اقول ريزيستنس بتاعت واير، ريزيستنس بتاعت ريزيستور، انما التلفزيون ده لما نيجي نفتحه من جوه هنلاقي وايرز كتيره وريزيستورز وكومبوننت وهكذا. انا لما اقول ريزيستنت تبقى بتاعت حاجه واحده، خلاص دوت يعتبر حاجات كتيره جوه، فديت بس الاختلاف يعتبر في التسميه. انا مش هقول ان هي ريزيستنت، انا بقول ان هي اسمها ايكويفالنت ريزيستنت. هو ده الفرق، ان هو كله على بعضه بالسيركت بالحاجات اللي جواه كلها هي كانها ريزيستنت قد ايه؟ 110 اوم. حد عنده مشكلة؟ تمام. انا انترست ان انا اعمل كده هنا، ان انا عندي التلاتة ريزيستور دول كأنهم سيركت، انا عايز اعمل فيهم ايه؟ عايز احسب لهم الايكوفالنت ريزيستنس، عايز كلهم على بعض كأنهم ريزيستنس. كان هنا لما جينا نقول الايكوفالنت ريزيستنس، هنا الايكوفالنت ريزيستنس مش استخدمنا التوتال فولتج والتوتال كارنت، صح؟ تعالوا نبص هنا فين التوتال فولتج والتوتال كارنت. اهو ده التوتال فولتج، ده التوتال كارنت، صح؟ تمام. انا ممكن امسك التوتال فولتج وافكه. الفي مش ممكن اقول ان هي عباره عن اي في ار، بس الاي هتبقى ما دام دي الفي التوتال يبقى الاي هي الاي التوتال، والار هتبقى مين؟ الايكويفالنت بتاعته. في اي مشكله؟ اللي هي بالنسبه لدول هي التوتال. خلاص طيب في 1 لوحدها مش هي تعتبر اي 1 في R1؟ طب و V2 I2 R2، V3 I3 R3. تاني فكيت ال V total I total R2، V1 بتاعت دي بس هتبقى I1 R1، V2 I2 R2، V3 I3 R3. خلاص بس انا ما كتبتش I1 و I2 I3 ليه؟ ما هم هم زدنا في دقيقنا، صح؟ يبقى اقدر اقول ان الاي بالسلامه السلامه السلامه السلامه، كل اللي هيفضل لي من دول ايه؟ يبقى الار ايكويفالنت بتاعت الثلاثه دول هي هي عباره عن ار1 بلس ار2 بلس ار3. يبقى الثلاثه دول كده لو انا شلتهم وحطيت مكانهم ريزيستور واحده بس يبقى السم بتاعهم، يعني لو ديت مثلا 1 و2 و3 لو جيت عملت لهم اديشن هيدونا ايه؟ 6 اوم. لو جيت شلتهم وحطيت ريزيستور 6 اوم هيبقى هي هي تقريبا نفس الحاجه. فيها مشكله؟ يبقى دول كده هو ده الرول اللي اقدر احسب بيه الايكوفالنت ريزيستور بتاعتي ما بين كل. انا عارفكم بقى بتحبوا الامتحانات وكده، تقولوا ايه اللي يا مستر بيسالنا ايه في الامتحان، عارف انا الحوار السخيف ده. ما بين كل 10 امتحانات 3 امتحانات بيسال في البروف ده. خلاص يجي يقول لك ديتيوز ذا ريليشن او بروف ان الريليشن ديت اقدر احسب بيها الايكوفالنت ريزيستنس لجروب اوف سيريز ريزيستور. فيها مشكله؟ ما بين كل 10 امتحانات فعلا 3 امتحانات. خلاص طيب
نبص للبارلل، نقدر نعمل نفس الطريقه. بس همسك بقى الكرنت التوتال عشان هو الايكوال سم. الاي ممكن افكها واحط ايه؟ في اوفر ار. يبقى لو اي توتال هتبقى في توتال اوفر الايكوفالنت بتاعه. اي 1 هتبقى في 1 اوفر ار 1، اي 2 في 2 اوفر ار 2، اي 3 في 3 اوفر ار 3. ال في 1 ها؟ نعم؟ اصل هما ايكوال فهتلاقي نفسك ما استفدتيش حاجه. فهنا هما بلس فتقدري تطلعي ريليشن. ال V1 هي ال V2، ما هو انا استخدمتها اهو بس جوه دي. هي V2 هي V3 مظبوط؟ اقدر ان انا اطيرهم مع بعض. يلا بالسلامه السلامه السلامه السلامه. ايه؟ لا مش نفس الريليشن. هنا تحت. لا ما ينفعش، ما دام في بلس ما ينفعش. يا بتاع علم الرياضه. يبقى اقدر اقول ان 1 اوفر ار ايكويفالنت ايكوال 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 بلس 1 اوفر ار 3. ما ينفعش اشقلبهم ما دام في بلس، ما دام هم قديش. ما هو ما دام تحت ما ينفعش. يعني انا مثلا لا ايوه بس والله ثانيه مين؟ طيب لو انا عندي هاف 1 اوفر 2 هل ينفع اشيل ال 1 اللي فوق؟ لا هنا نفس الكلام 1 اوفر هو مين هي؟ انتي؟ طيب 1 اوفر ار خلاص ما ينفعش اشيل ال 1 اللي فوق، هيبقى مين انجلس؟ اوكي؟ يا اما هتشقلبيها فترجع زي دي فدوت كده يبقى رول غلط اصلا. اومز لو مين؟ لا انا استخدمت اومز لو عشان افك الفي كده، يبقى دوت انا استخدمت اومز لو، وهنا استخدمت اومز لو. يعني الستيب اللي بالاخضر ديت انا عملت يوزنج اومز لو، وديت كده عملت برضو اهو يوزنج اومز لو. اللي تحت ده اللي انا طلعته ده الرول اللي بحسب بيه الايكوفالنت، ده رول جديد ولا اومز ولا غير، ده رول جديد. بحسب ده بحسب بيه الايكوفالنت لجروب اوف سيريس ريزيستور، ده بحسب بيه الايكوفالنت لجروب اوف بارلل ريزيستور. طيب يعني مين ياخد كتير ومين ياخد قليل وكده على حسب الريزيستنس. يعني الريزيستنس الكبيره تلاقي الكرنت اللي ماشي فيها قليل، والعكس عشان خاطر الكرنت انفرس مع الريزيستنس. خلاص؟ حد عنده سؤال تاني في دول؟ طيب. أنا هتكلم في السيريس والبارل على تو سبيشال كيسز. أول سبيشال كيس هي فور إن ايدنتيكال ريزيستورز. هنا نفس الكلام أهو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي شويه ريزيستورز عددهم ان هم كلهم ايدنتيكال. تعالوا نتكلم على ثلاثه بس. لو عندي ثلاثه ريزيستورز كل واحده مثلا 10 اوم، وعايز اجيب السيريز بتاعهم الايكوفالنت بتاعهم، يبقى 10 و10 و10، يبقى 10 بلس 10 بلس 10، مش هي 3 تايمز 10؟ طب هم لو 20 واحده وكلهم 10 كلهم ايدنتيكال، يبقى 20 تايمز 10. فيها مشكله؟ تمام. يبقى لو عددهم n وكل واحدة r، يبقى ال r equivalent بتاعتهم هتبقى ايه؟ تبقى equal n multiply مين؟ r. فيها مشكلة؟ تمام. وده ليه ما سأله. طيب لو هما parallel وعددهم n، فـ say مثلا ان كل واحدة r وهما مثلا لو تلاتة، فانت هتعمل 1 over r plus 1 over r plus 1 over r، بطيخه بلس بطيخه بلس بطيخه تدينا ايه؟ 3 بطيخه. معلش هاجي هنا اهو، يبقى الار ايكوفالنت بتاعتي هتبقى ايكوال، سوري 1 اوفر ار ايكوفالنت هتبقى ايكوال 3 في 1 اوفر ار.
صح؟ فيها مشكلة؟ لو هما n يبقى n في 1 over r يعني n over r بس دي ال 1 over r equivalent. انا عايز ال r equivalent نفسها، يبقى اعمل ايه في الناحيتين؟ اشقلب. يبقى معنى كده ان ال r equivalent نفسها في الحالة ديت هتبقى equal r over n يعني واحدة على عدده. حد عنده مشكلة في دي؟ تمام. في سبيشال كيس تانية في البارل مهمة جدا. هما لو اتنين ريزيستورز اونلي، لو انا عندي 4 2 ريزيستورز اونلي، دلوقتي انا لو عندي اتنين ريزيستورز بس هيبقى الموضوع اسهل شوية. هما بصوا كده قالوا ان انا دايما لما باجي احسب في الايكويفالنت في البارل بحسب على مرتين، خلاص باجي الاول احسبها وبعدين اروح الانسر، اروح اعمل ايه؟ مش اقلبه، مظبوط؟ لان انا اللي انا بيجيبه لي هو بيجيب لي 1 اوفر ار ايكويفالنت، فالستيب الثانيه ان انا اروح ايه؟ مش اقلب. قالوا طب هو لو اتنين بس، لو اتنين بس يبقى 1 اوفر ار ايكويفالنت equal 1 over R1 plus 1 over R2، مظبوط؟ تمام. حد فاكر لما يكون عندي 2 fraction plus بعض بنعمل ايه؟ LCM، صح؟ least common multiple، اوكي؟ اللي هو ليها مقولة شهيرة كده، لا غير الفيوم. ايه ده جبتيها منين؟ الضرب في الرجلين والحول في العينين، اشيك كده، مش تقولي لا وفي يوم الضرب في الرجلين يعني بنضرب الاثنين اللي تحت ملتبلاي بعض، يبقى r1 تايمز r2 تحت، هنا r2 تايمز 1 هتبقى r2 فوق، بلس زي ما هي ديت r1، يبقى دي 1 اوفر r equivalent. انا عايز بقى الار ايكويفالنت نفسها اروح اعمل ايه؟ مش اقلب الناحيتين. يبقى هو كل اللي محتاجه او اللي انا احفظه هو ده، ان الار ايكويفالنت لاثنين ريزيستورز بيبقى عباره عن برودكت ار1 ار2 اوفر السم ار1 بلس ار2. بنقولها كده على طول عشان نحفظها، بنقول برودكت اوفر سم. يبقى ديت بنستخدمها عشان تسهل عليا بدل ما احسب على مرتين، وكده كده 90% من المسائل هنلاقي ان احنا بنعمل الاثنين ريزيستور بس، خلاص لو لقيت ثلاثة او اكتر يبقى احنا بنشتغل بدي، لو لقيتهم ايدنتيكال يبقى اشتغل بدول. حد عنده مشكلة؟ تمام. اخر كلمة في الجزء النظري بتاع السيريس والبارل هو الاكسبيرمنت بتاعته. ساعات كده بيسأل يقول لي describe an experiment to deduce the rule to determine the equivalent resistance of group of series ريزيستور او جروب اوف بارل ريزيستور، خلاص. الاكسبيرمنت هو ان انا برسم نفس الرسمه ديت بس لازم اوصل السورس، فهجيب باتري، الباتري السيمبل بتاعها في السيركت بيبقى ديت السيل او باتري، مش هتفرق قوي. الكبيره بتكون هي البوزيتيف والصغيره بتكون ايه؟ نيجاتيف. حد عنده مشكله؟ ولازم اي اكسبيرمنت الكتريستي لازم نحط الكي، لازم الكي عشان ما حدش يقول حاجه. ليه الكي دوت؟ هو جاست عشان خاطر انت لما بتيجي بتصمم اكسبيرمنت فلازم تعمل بروتكشن بعد ما تخلص شغل، تعمل اوبن بس، اوكي؟ هو جاست بروتكشن، مش هيفيدني في حاجه في الشغل او في الكلام اللي هقوله. وفي ريو ستيت او فاريبل ريزيستنس، اي حاجه فاريبل بنحط لها سهم كده، يعني دي اقدر اغير في الفاليو بتاعتها. دي كل وظيفتها بس ان انا بقعد اتحكم في الفاليو بتاعت الكرنت، ازود الفاريبل ريزيستنس يبقى الكرنت يقل، اقلل الفاريبل ريزيستنس يبقى الكرنت ايه؟ يزيد. زي مفتاح كده بزود بيه وبقل، خلاص. في الرسمه اللي عندكم في الملزمه مش مرسومه، انتوا ممكن تزودوها لو ما حطيتهاش مش بتفرق قوي. طيب عايزين نقيس الكرنت انتنسيتي، فبنجيب جهاز اسمه اميتر بحطه ان سيريز.
ايه حوار الاميتر اللي ان سيريز دوت؟ الاميتر بيتحط ان سيريز لان الكرنت اللي هيدخل فيه هو هو الكرنت اللي هيخش في السيركت، صح؟ يبقى معنى كده اللي بيقيسه هو اللي انا عايزه اللي داخل في السيركت، تمام؟ يبقى ممكن يقول لي ليه الاميتر بيتوصل سيريز؟ عشان خاطر في السيريز الكرنت سيم، يبقى الكرنت اللي ماشي في الاميتر هو هو الكرنت اللي في الكومبوننت اللي عايز اقيسه. كل ريزيستور من دول، ما دام انا عايز اعرف كل كرنت ليهم، كل ريزيستور من دول هحط لها اميتر. هنا اميتر A1، هنا A2، هنا A3. هي مشكلة؟ ما زي ما قلت لك ان سيريس يعني اللي تشارج بتخش في دي تخلص تخش في ده، تمام؟ ورا بعض برضه سيريس. ليه؟ ما هو الكرنت طالع من هنا اهو، مش هو بيخش في الاميتر يخرج من الاميتر هيخش في الريزستور دي، يبقى هو ان سيريس معاهم برضه، تمام؟ من البوزيتيف يروح للنيجاتيف، لان انا بشتغل على دايركشن الكرنت مش بشتغل على الكترونز. خلاص، حد عنده مشكله في الاميترز؟ الفولتميتر التوتال بنوصله ان بارلل. ليه ان بارلل؟ لان انا عارف في البارلل كونكشن عموما الفولتج بيبقى ذا سيم، يبقى انا لما اوصله ما بين الاي والدي اللي هم عليهم كلهم يبقى الفولتج اللي على ده هو هو التوتال بتاعه، صح؟ طب انما في 1 هوصلها ان بارلل مع ار 1 بس، في 2 هوصلها ان بارلل مع ار 2، في 3 هوصلها ان بارلل مع ار 3. في اي مشكله؟ انهي دي ما عملناش عليها ايه؟ ده السهم ده يعني هي فاريبل ليها مفتاح كده اقدر اغيره، زي مثلا فور اكزامبل، عارفه انت الفيش اللي هي بيبقى ليها زرار كده بتعلي وتوطي بتاعت اباليك مثلا او كده، تلاقي الكرنت بيتغير، دي فاريبل ريزيستنت، تمام؟ طيب في ريزيستنت ثانيه او واير ثانيه او كده انا ما بقدرش اتحكم، يبقى دي مش فاريبل، دي فيكسد، خلاص؟ فدول كده انا معتبر ان هو فيكسد، انما ديت هي اللي ايه؟ اللي variable. طيب حد عنده مشكله في الفولتميتر والاميترز اللي انا حطيتهم؟ كل وظيفتهم ان انت بتقول لما بعمل كلوزنج للسيركت او لما بعمل وركينج او تيرنينج اون للسيركت، خلاص باوبزرف الريدنج بتاعت الاميترز، فبلاقي ان الاميترز بتاعت ايه هي هي A1، هي هي A2، هي هي A3. يبقى انا جاست عملت فيريفاي، كانك لسه مش عارف او بتثبت، يبقى انا عملت فيريفاي للايكويشن دي. فيها مشكلة؟ يبقى هو كل وظيفتهم ان انت تفيريفاي ده، تأكد ان الاي توتال هي اي 1، هي هي اي 2، هي هي اي 3، ولا اكتر ولا اقل. ولما اعمل ريدنج للفي التوتال هلاقي ان هي عبارة عن ده بلس ده بلس ده، يبقى انا عملت فيريفاي لمين؟ للايكويشن دي. فيها اي مشكلة؟ فهمنا الكلام ده؟ حلو قوي. نفس الكلام هنا بالظبط، مش هيفرق اي حاجة. برضه هنوصل السورس كي عشان ما حدش يقول حاجه، ريستيت او فاريبل ريزيستنس الاثنين ليهم نفس الوظيفه تقريبا، مش هيفرق في اي حاجه. و هنحط 4 ميترز، واحد توتال وواحد لكل واحده. ده التوتال اهو، ودوت A1 A2 A3 و 4 فولتميترز، V1 بارل مع R1، V2 بارل مع R2، V3 بارل مع R3، و V total بارل معهم كله. هو بس يعني عشان يبقى التوتال عليهم كله، هو بس عشان خاطر هنا احنا كاتبين 4 V، صح؟ يبقى لازم يبقى دول 4 V. اتفقنا؟ ماشي. يبقى انا لما اجي اعمل ريدنج للفولتميترز هلاقي كلهم زي بعض، يبقى انا عملت فيريفاي للايكويشن دي. اعمل ريدنج للاميترز هلاقي ان الصم بتاع الثلاثه اميترز دول هو هو التوتال، يبقى انا عملت فيريفاي للايكويشن دي. بس يبقى هو كل وظيفه الاكسبيرمنت ان انا بعمل فيريفيكيشن لدول، بعد كده بكمل لحد ما اوصل للبروف بتاع دول. اي اكسبيرمنت لازم الرسم، يا اما هو يبقى رسمها لك،